دكتور أحمد إبراهيم موجود معنا اليوم بصانتي، أخصائي أمراض الدم والأورام، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الدم ونقل الدم وأستاذ جامعي. اليوم بنحكي عن الإبيضاض النقوي الحاد، رح يخبرنا بالتحديد شو هو هالمرض وشو هي المشكلة وطبعا الوضع اليوم بلبنان. بونجور. بونجور، أهلا وسهلا فيك. نعرف أنه من كل الميلات ضغوطات عليكم هيدي الأيام، ويعني وجودكم بعد بلبنان لا يعني مساندة الشعب اللبناني ولا صحة الشعب اللبناني أمر كتير مهم وكتير ضروري. اليوم عم نقول هجرة الأطباء شغلة كتير مخيفة بلبنان، بس في كتير أطباء لا باقيين وعم يشتغلوا. هيدي واجباتنا، باقيين باقيين حتى نضلنا نحكم العالم، نحكم أهلنا، ورجعنا من برا نحكم أهلنا. أول شيء بونجور. اليوم بدي أحكي عن الإبيضاض النقوي واللمفاوي الحاد، الأكيوت لوكيميا. هذا هو بسموه سرطان الدم الحاد، كان يخوف من زمان، هلأ صار بيخوف أقل. حالكم شو هو المرض؟ المرض هو مرض بالخلية الأساسية الماضر، الخلية الأم للخلايا الجسم، اللي هي خلية مبدعة منتجة تتكاثر خلاقة. عندنا إياها بملايين لمليارات بجسمنا، تتكاثر بطريقة دائمة. بس نموت بتموت، يعني بس تموت أنا موت. هاي الخلية هاي تتكاثر وبتعطي، بتمشي بمنحة بتألف الدم، خلايا الدم، الصفائح والكريات البيض والكريات الحمر. وكمان بتعطي خلايا الأعضاء تبع الجسم، يعني هيدي الخلية الأم الماذر سيلز، مليارات ملايين. مرض سرطان الدم الحاد أو الإبيضاض الحاد النقوي واللمفاوي بيصير لما هالخلية بتنتزع، برمجتها بتصير خارجة عن كنترول الجسم، بتصير تتكاثر بطريقة عشوائية، تنتج خلايا منا مزبوطة بسموها بلاست، وهيك نشخص سرطان الدم الحاد. شو هي العوارض وهل ممكن التشخيص المبكر بهيدي الحالة؟ أول شيء شغلة صغيرة عن قبل العوارض على المسببات. نعم. لأنه مهم كتير وخاصة ببلادنا نحكي فيها وبمنطقتنا وبالوضع الحالي كمان. المسببات ممكن تكون خارجية وداخلية. داخلية هي الجينات الغلط، البرمجة الغلط. الموتور بينتزع لأسباب جيناته بتنتزع، الخلية هي بتصير تمشي بمنحة عشوائي. Uncontrolled. نحن ما فينا نتحكم بالشغلات الداخلية. بالخلية بلا تحكم بعلاجها، بلشنا نفهم كيف مقومات هالبرمجة الغلط بتصير، بس ما فينا نعمل prevention بسبب العوامل الداخلية. خارجيا بلا فينا، في شيء بيتعلق بالمنطقة اللي عايشين فيها، في شيء بيتعلق بحياتنا، وفي شيء بيتعلق بعيالنا. حياتنا تدخين فينا نتحكم فيه، حياتنا ما نستعمل مواد كيميائية مسرطنة، مواد الملونة فينا نتحكم فيه. حياتنا نبعد عن استخدام الكيميكال برودكت او اضطرينا بطريقه منظمه، بطريقه بروتكت، بطريقه منع عشوائيه، بطريقه ما تعرضنا لخطر انه هالخليه تصير خليه سرطانيه. العوامل الخارجيه عندنا هي استخدام بلبنان بالمنطقه، مواد كيماويه بلبنان نستخدمها بالزراعه، بالصناعه، بطريقه عشوائيه، بطريقه غير منظمه، خاصه بوضع البلد حاليا. مهم كثير بترول. عم نشوف الناس على البنزين، استخدام البنزين بطريقة غلط، غازات النفط، هذا من أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الدم الحاد. مهمة هيدي، شو المعقول يكون هيدا منطق الخاطئ؟ البترول هو أحد الأسباب الرئيسية. البنزين، شوفي كيف عم نتعامل مع البترول. نحن منطقتنا منتجة للبترول، منطقة استخدام للبترول، هلأ استخدام للبترول، تخزين للبترول، غازات تطلع من البترول، بتروح على ترمبات الستيشن لحتى تعبي، ما في بروتكشن اوقات. نعم. انت ان كونتاكت مع المواد، مع البترول، ان كونتاكت مع المواد الكيماويه، ان كونتاكت مع بتدخن ثلاث ارباع العالم بتدخن، رغم انه التدخين ممنوع كمان بطريقه عشوائيه. التدخين بيعرض لها شغلات. وفي شغلات ثانيه هي العوامل الخارجيه اللي الثانيه يعني المواد غير الكيماوية اللي جاي بالطقس بالجو، تلوث. هي تلوث بالجو،
هيدي شغله مهمه كمان ننتبه للتلوث والبيئه، لانه هيدي بتعرض كمان لانه الناس تعمل ابيضات نقوي حاد. في شغلات بتتعلق بالعائله، اذا في مثلا ناس عندهم توينز ممكن التوين اللي له يعني التوأم الثاني ممكن يعمل عنده شانس اكثر يعمل سرطان دم حاد اذا عمل سرطان دم. في امراض ثانيه ممكن تتحول لسرطانات دم اكيوت حاده، اكيوت لوكيميا، بكون في مرض قبل يمكن يكون حميد او على نوع من ال مثل شو دكتور؟ مثل مثلا ميوديسبيجيا، في خلل بنقي العظم، خليه ما عم تشتغل منيح، مع الوقت بتصير خليه سرطان. في بعض التشوهات مثل ترايزومي 21 ترايزومي 8 يعني المونغوليزم وامراض ثانيه تكوينيه بتكوين الجسم انه خلقيه ممكن تؤدي كمان مع الوقت لسرطان. وفي امراض ثانيه بنعالجها بمواد كيماويه او بعلاجات، هيدي المواد ترجع بتسبب تعمل سرطان، بكون خلص واحد من سرطان اوقات بفوت بسرطان حاد بعد كذا سنه. كيف بنشخص هالمرض؟ تشخيص المرض ان هيدي الخليه هي الغلط، بدنا نركض على الخليه ونشوف شو خصائصها ونشخصها. هي موجوده بنخاع العظم، خاع العظم هو عباره عن نسيج مثل الدم لونه موجود بالعظام الرئيسيه تبع الجسم. فلما تبين الخليه بسموها بلاست بنروح عليها، يا بنعمل فحص لنخاع العظم اوقات قليل بالدم اذا كثير هي بالدم، بس احسن شيء نعمل نشك نخاع العظم هون وبالورك، ناخذ كميه دم وبدنا ندرس اول شيء منظر الخليه شو هي، بعدين هالخليه شو نوعها بالمختبر، بناخذها وبنمرق على بنمرق الخلايا على على مكانات على على شيء سيستم بيدرس ايمونولوجيه الخليه اذا نوعها لمفاوي ولا نقوي، يعني مايلويد نقوي لمفاوي لمفاتيك او لمفوبلاستيك. بعدين بالخلية بندرس كمان الجينات اللي لها، لأنه هي الجينات بتقلنا قدي خطورة المرض، غير أنه كيف بيبين المرض، غير أنه قدي عدد الكريات، غير أنه قدي تأثير المرض على الجسم على الأعضاء. هالجينات هيدي في جينات مقبول وضعها، في جينات وسطية الصعوبة، في جينات عالية الصعوبة يعني بالعلاج، وفي جينات إلى علاجات صارت تارجتد منجمدها نقضي عليها، وفي جينات ما فينا نقضي عليها. فلهيك يوم تشخيص المرض هو عباره عن اخذ العينات ب 24 ساعه ل 48 ساعه بنعرف بدايه التشخيص، التشخيص الاولي لوكيميا ابيضات حاد نقوي او لمفاوي. الجينات بتاخذ وقت عده ايام وبتاخذ اوقات عده اسابيع، بس ما بياثر عده اسابيع فينا ننتظر فينا ما ننتظر نتيجتها، بس العده يومين ثلاثه بكون عندنا نوع الجينات المنيحه او الممنيحه ونوع المرض نفسه لحتى نقدر نعالجه بسرعه، لانه هالمرض بده يتعالج بسرعه. هودي المختبرات موجودين بلبنان. انا عشتهم برا لانه علموني اساتذه وتسلمت مناصب كنت مسؤول عنهم برا جامعات، وهودي موجودين بلبنان والتقنيه موجوده بلبنان. بسموه الان جي اس نكست جينيريشن سيكونسينج او موليكولار جينيتكس او الايمونوفلوريسنس فلو سايتومتري، موجودين كانوا ينعملوا بطريقه روتينيه اكثر. صعوبتهم اليوم هي قد ايه كلفتهم عاليه، والعالم ما عم تقدر تدفع 18 و20 و40 مليون لحتى تعمل هالعلاجات، لانه ضروريه هيدي لحتى نقدر نعالج المريض بطريقه مضبوطه، لانه علاج هالمرض هذا استراتيجيه من اول الطريق، في استراتيجيه هجوميه مضبوطه عليه، اذا عملناها اوكي، اذا ما عملناها بنخسر المعركه بمعظم الاحيان. هيدي بالنسبه لطريقه التشخيص، فاذا التشخيص بقوم على خلايا بالمختبر كيف شكلهم، خصائصهم الايمونولوجيه البيولوجيه وخصائصهم الجينيه، بقول بيطلع عندك كذا نوع، ما عاد نقول مايلوبلاستيك او لنفوبلاستيك، بنقول اي تايب واي سب تايب، اي نوع واي نوع بقلب النوع حسب الجينات. تشخيصه شو هي العوارض يلي بدها تؤدي لهالتشخيص؟ الخليه ممنيحه، وهي الخليه قلت لك اللي بتنتج كريات الحمر، كريات الدم والمناعه عند الجسم والاعضاء. فالخليه بتتكاثر، ما عاد في دم منيح، ما عاد في كريات حمر منيح، نعمل فقر بالدم، لهتي، وجهنا شاحب، نتعب، بياثر على القلب لانه عاد في اكسجين منيح بالدم، لانه الكريات الحمر بيحملوا الاكسجين للدم وفيتامينات ثانيه.
شغلة تانية، المناعة بتبقى واطية، كرة البيض مزبوطة، أوقات بيطلع كرة البيض عالين، ولكن المزبوطين اللي بيدافعوا عن المناعة واطيين كتير، فممكن نعمل التهابات، يجي المريض أو المريضة عندها التهابات أو عنده التهابات، حرارة عالية، شوك، والصفائح واطيين نعمل نزف، فالمريضة والمريضة ممكن يجوا وضعهم مقبول بس ثابت عملوا فحص دم لأنه عندهم شوية تعب خفيف أو كذا، أو يجوا بحالات أصعب. إذا بيبين على فحصات الدم العادية أكيد، إذا فحصات الدم العادي معظم الأحيان بيبين، لأنه حيبين فقر بالدم أو فقر بالصفائح أو فقر بالمناعة، حنشوف بس الدقة هي بالفحص نقي العظم. ممكن يجي مأثر على أعضاء الجسم، مأثر على الرواية لأنه في التهاب بالرواية، على الكبد لأنه في بالكبد موجود المرض والكبد بلش وظائفه تتأثر، يعني ممكن المريض يجي مقبول وضعه أو شوية حرارة نزف أو بحالة يرسلها، يعني تعبان ولا من إيده مثل ما بقول ولا من إجره، تفوت على الطوارئ وبدك تستعجل لحتى تشخص المرض وتعالجيه وتحطيه بالمستشفى، وبيجي بوضع نفسي ما منيح أوقات لأنه بيجي صدنلي عنده هالمشاكل، هي بيقول له بدنا نبلش نعمل تشخيص المرض، تقعد شهر وشهرين بالمستشفى. دكتور، حتى التشخيص كلفته عالية؟ أكيد التشخيص بكلف ملايين، ممكن إذا بدنا نحن نشخص بطريقة سريعة وغير دقيقة ما تكلف كثير، بس ما هذا الموضوع، ما هذا الأوبجكتيف. المطلوب المطلوب هو نشخص مظبوط، استراتيجية الهجومية على المرض من أول الطريق بتبقى بفحص منيح، تشخيص منيح، علاج موجه حسب التشخيص. وهذا يتطلب شو؟ طاقم طبي، ما حكيم لحاله، طاقم طبي، طاقم تمريضي، طاقم طبي متخصص وتمريض متخصص، وطاقم مختبرات، ومختبرات مهمة كتير، مختبرات بالأنسجة وبتتعلق بالمناعة وبتتعلق كمان بالمولكولار جينيتكس بعلم الجزيئات. شو نسبة يعني نجاح العلاجات بهيك حالات؟ أنا عشت من زمان 30 سنة العلاجات، من وقت ما بلشت كيماوية للعلاجات المتطورة، حصل لي الشرف انقل زرع نقي العظم على لبنان بال97، يعني لبنان بمصاف الدول المتطوره بال97 من 23 سنه 24 سنه. من المؤسف انه هلا عم نفتش على دواء لنعالج سرطان الحاد، مؤسف جدا بس ان شاء الله بنوصل لنتيجه. العلاج كان من قبل علاج، اول شيء بده ينتبه الواحد للمريض، اذا بده دم، اذا بده صفيحات نقل دم صفيحات، انتبيوتيك لانه بيبقى عنده التهابات، يعني للسبورتيف كير انه نعطيه العلاجات للمضاعفات اللي عملها بسبب المرض. العلاج بلش بعلاج كيميائي فقط، العلاج الكيميائي بيقضي على الخلايا المنيحه وما منيحه. بعد العلاج الكيميائي تطور الطب، صار ينعمل علاج زرع نخي العظم، انه في كميه اكثر من 40 50 60% من المرضى اللي عندهم ابيضاض نقوي، 30% 40% من عندهم ابيضاض لمفاوي حاد، هودي بدهم تغيير لدمهم كلهم من متبرع، زرع نخي العظم. هيدي بعد العلاج الكيميائي. بعدين صرنا نعرف الجينات اكثر والخصائص الجينيه اكثر، صار في لبعض الجينات شيء بسموه التارجت ثيرابي. التارجت ثيرابي علاج ذكي وموجه، ما بس كيموثيرابي، موجه ضد الخلل الموجود بالخليه، بيصير ياخذوا الخليه يضبط الخلل او يقضي على الخليه اللي فيها الخلل ويحافظ قد ما فيه على الخلايا المنيحه بجسم الانسان، بعكس العلاج الكيميائي اللي هو عشوائي بيقضي على الخليه المنيحه والخليه الممنيحه ومضاعفاته ممكن تكون اكثر. العلاج الذكي كمان عنده مضاعفات، بس صرنا بنعرف اكثر واكثر بالخبره المضاعفات لكل علاج ذكي. وهلا في نوع من المرضى اللي عنده لوكيما ما عاد ياخذوا علاج كيميائي، ممكن ياخذوا علاج مناعي، علاج ذكي وعلاج موجه بدون علاج كيميائي. ممكن يخلصوا من هذا المرض على بيتون بدون علاج كيميائي بعض المرضى اكيد. وبلبنان موجود العلاج الموجه والعلاج الذكي والعلاج غير الكيميائي، والعلاج غير الكيميائي كمان، والعلاج الكيميائي موجود. مثلا اذا اخذنا مريض كان عمره 70 سنه من قبل او 80 سنه يكون عنده لوكيميا، اكيوت لوكيميا، نخاف نعطي علاج كيميائي. هلا صار في علاج غير كيميائي موجه، ببلشوا بالمستشفى بنكمل بعدين علاجات متكرره بالبيت، او علاج مع العلاج الكيميائي، علاج موجه اذا في جين غلط وعندنا مرض. هلا حاليا رغم الوضع بلبنان السيء عم ياخذوها العلاج، علاج بغير سيستم الخليه، بنظم بطاريه الخليه وموتور الخليه بدون ما نستعمل علاج كيميائي، يبقى بالمستشفى مدى طويل المريض ويعمل مضاعفات للعلاج الكيميائي. وزرع نقي العظم اللي كنا نعمله لبعض العالم اللي صرنا نعمله لاكثر واكثر، حتى للي عمره كبير وحتى للي ما عنده متبرع من نفس العائله، ممكن يكون برات العائله
أو متبرع منه 100% 50-50. نعم. موجود كله هذا بلبنان. بعض العلاجات الذكية المتطورة قيد الأبحاث برات لبنان عم تنتقل تدريجيا على لبنان. بس أهم شيء بالوضع الحالي نفتش على هالأدوية الناقصة. نعم. نقدر نحكم مرضانا بطريقة مضبوطة، نألف حكومة، ننظم سياسة الصحة الصحية بلبنان لكل العالم تتحكم بطريقة متوازنة ومتوازية. على هالفكرة بننهي. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد إبراهيم، شكرا لوجودك معنا، اختصاصي أمراض دم وأورام، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الدم ونقل الدم وأستاذ جامعي. شكرا كثير لوجودك معنا. وقفي هلا ونرجع نتابع لايف.